إليكم خطوات حجز تصاريح العمرة والزيارة للحرمين الشريفين. بعد إعلان المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن حجز تصاريح العمرة وزيارة المسجد والحرام عبر تطبيق توكلنا واو اعتمرنا للأشخاص المحسنين ضد فيروس كورونا، يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز التصاريح إلكترونيا. ويستعرض لكم موقع المستقبل في ضوء الخدمات اليومية التي يقدمها لمتابعيه خطوات حجز تصاريح العمرة والزيارة للحرمين الشريفين عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني على النحو التالي. إنشاء اسم مستخدم جديد. إدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في رقم الهاتف ورقم الهوية وتحديد نوع المستخدم مواطن وافد مقيم مرفق. إنشاء رقم سري جديد. الضغط على وافق على الشروط والأحكام. ثم النقر على كلمة تسجيل. أعد فتح التطبيق بعد إدخال الكود المرسل لرقم الهاتف. اضغط على خدمات ومنها أداء العمرة. بعدها ستظهر كافة بياناتك على التطبيق. ويمكنك إضافة مرافق من خلال الضغط على إضافة مرافق. وفي هذه الحالة يجب إدخال بيانات المرافق المتمثلة في رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، تحديد الجنسية. ثم اختر التاريخ وحدد ما إذا كان هجريا أو ميلاديا. حدد الشهر واليوم والساعة لأداء العمرة. حدد نقطة التجمع لدخول الحرم، باب علي، باب الملك عبد العزيز، مركز أجياد، مركز الكادي، باب الملك فهد.